دكتورة ماجي، فاكرة وقت حرب أكتوبر؟ أكيد طبعا. كنت مرتبطة بالكابتن أيوة طبعا، كان حمادة في الوقت ده الله يرحمه. في المخابرات الحربية، أيوة. وطبعا متذكرة كويس جدا يعني. طبعا كنتوا متجوزين بقالكوا قد إيه؟ بقالنا كتير قوي بقى. لا انا قصدي، انا عارف ان اشرف مواليد تقريبا 73، صح؟ ايوه يعني اشرف مواليد حرب اكتوبر وحازم 75. 75 حاجم. لا، اشرف 71 وحازم 75. كابتن حماده امام، ما كنتش عارفه انت ان في حرب ولا في اي حاجه ولا؟ لا طبعا، كانوا بيبقوا على طول ما على طول الضباط طبعا. كابتن فكري بقى على طول مش عايز متواجدين يعني، على طول مختفيين في الأماكن، الأعمال بتاعتهم يعني على الجبهات مختلف الأماكن. فكان هو في الوقت ده في المخابرات الحربية، وهو ايوه وزميله اللي هو حمزة رفعت. طبعا وقتها ما كانوش لواءات يعني، يمكن رواد هم اللي استجوبوا. عستافيا جوري، الرائد عستافيا جوري اللي كان واقع في الأسر وأسرته مصر، كان هو قائد مدرعات الإسرائيلي، فهم اللي حققوا معاه في هذا الوقت يعني. ويمكن أنا كان ليا مداخلة لسه في قناة الزمالك، فبقول إن معظم أصدقاء حمادة طبعا ضباط، ولكن ضباط وانتماءاتهم زملكاوية في نفس الوقت يعني. طب عايز اسال حضرتك سؤال، انت معرفتي ان في حرب والطيارات الساعه 2 و5 وبتاع، كان ايه رد فعلك؟ لا طبعا، كلنا يعني اسمح لي ان انا اقدم تحيه شكر وتقدير واجلال لنصر اكتوبر والرجال اللي صنعوا نصر اكتوبر وضحوا بارواحهم في سبيل وطنهم، ونترحم على شهدائنا البواسل بعد الله النصر يرحمه يا رب. العظيم. فطبعا وقتها كل مصر كانت في حالة انبهار وإعجاب. واسمح لي أيضا أن يعني نذكر باسم الراحل الكبير طبعا سيادة الرئيس محمد أنور السادات، اللي كان له الله دور يرحمه. كبير في تحقيق هذا النصر يعني، والفضل الكبير له يعني. فمصر كلها عشت يعني ما بعدها سنوات طويلة من الفخر والاعتزاز، ورفعنا رأسنا عاليا يعني في عنان السماء يعني. ماجي هانم، شرف عظيم ليا الله يخليك اني يا اكون مع حضرتك دلوقتي، وحضرتك زوجة العظيم والحبيب رحمة الله عليه كابتن حمادة امام، وام لاثنين عظماء، وطبعا على رأسهم حازم. الله فيعني يخليك، وابنها الكبير كمان طيار. طيار انا كمان عارف ده كان طيار الرئيس. اللي انت ما تعرفوش انه كان طيار الرئيس. كان طيار الرئيس. لا، دي سيده عظيمه، ربنا اشرف طبعا الاعلام. فيعني حتى هي انتجت، اما تشوف حازم باخلاقه الجميله، اما تشوف اشرف كابتن حماده امام كمان، وكابتن حماده. كابتن حماده رايح بقى يوم المباراه، بقول له يا كابتن، لا 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 لا، هو 3 ايام وهنرجع. 3 ايام دي خدت تسع شهور. صحيح، لان هو كان في المخابرات. بس انتوا بعد الحرب دي كنتوا رافعين راسكم في السماء. لا، يعني كنتوا بعد 67 لا دي لا كانت لا البلد لا لا. كلها كابتن احنا يعني معلش روح. كابتن خالد وكابتن فكري، يا ريت برضو نذكر الساده المشاهدين باسماء رجال عظماء في القوات المسلحه. اللواء عبد الجابر كان طبعا طبعا الله يرحمه، اللواء عبد الجابر ده طبعا استاذي الدفاع الجوي ده استاذ بقى، واللي كان معاه عبد العاطي الجندي اللي دمر حوالي 22 دبابه. اللواء حنفي رياض مدير سلاح المشاه، وطبعا برضه رياضي كبير، وكان نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك يعني. بنجد اللواء طبعا برضه صبري اللواء عندنا قابيل، قائد اللواء قابيل طبعا. كان ملحق عسكري كمان. يعني عظماء كثر الرياضه طبعا. كابتن الجوهري وكابتن ايضا محمود بكر يعني لا لا
حضرتك موسوعه، حضرتك موسوعه، وقلتي كلمه مهمه جدا ان احنا في ذكرى 51 بنترحم على كل شهداء مصر، لان بسببهم قدرنا ان احنا نوصل للي احنا فيه من انتصارات اكتوبر العظيم. فرحمه الله عليهم وربنا يتقبلهم في اعلى درجات الجنه يا رب. ودايما النصر لمصر، وفي عهد الرئيس السيسي مشهد ان شاء الله انتصارات كثيره باذن الله. دكتوره ماجي انا عايز افكرك بحاجه. طبعا لان طبعا سياده الرئيس السيسي نفسه بيعتز جدا جدا بالمشير طنطاوي. طبعا. وبيعتبره يعني ابنه. هو كان المشير طنطاوي بيعتبر الرئيس السيسي ابنه يعني. والرئيس المشير طنطاوي بقى كان هو والكابتن حماده امام قاعدين في بيت واحد. أيوة. في الجزائر. ايوه طبعا. صح كده؟ عشان كده كابتن المشير طنطاوي دايما كان عنده اعتزاز وحب للكابتن حماده امام الله يرحمه هما الاثنين يعني. وانا رحت بوظت النظام ده فاكر. كان ممنوع، كنتوا لسه متجوزين تقريبا. رحت انا مفاجاه لحماده في الجزائر. فما كانش يعرف، قلت اعمل له مفاجاه، فطبعا كانت مفاجاه صعبه لانه ممنوع زياره السيدات لانه كان بعد بعد النكبه يعني، فكان ممنوع تماما طبعا. طريق فوزي كان شديد جدا. وانا ما كنتش اعرف وحماده ما قاليش، فروحت طبعا مفاجاه. اضطر سياده المشير بقى الله يرحمه انه يسيب الشقه عشان يعني ما عملش قلبان في الحكايه. وبعدين وافق بقى الفريق فوزي على انه السيدات يسافروا لازواجهم يعني. طبعا سياده المشير ده له مكانة كبيرة جدا جدا عند الشعب المصري وعند الصفة الخاصة وعندنا كلنا الحقيقة طبعا يعني. صحيح. دكتورة ماجي شرفتينا ونورتينا، وربنا يرحم كابتن حمادة امام، ودايما كده بنعتز بالعائلة الجميلة بتاعتكم. شكرا دكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الإعلام السابقة وزوجة كابتن حمادة امام ووالدة الجميل وصديقي العزيز كابتن حازم امام.